المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا محمد بيه. مساء النور يا فندم. ازاي ما عليك، ان شاء الله تكون بخير. الحمد لله يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك على المداخلة. وانا كنت بتكلم عن ملف الصناعة، خصوصا العرض اللي عرضه دولة رئيس مجلس الوزراء على السيد الرئيس فيما يتعلق بخطة الحكومة لتطوير واصلاح قطاع الصناعة. ممكن حضرتك بس تدينا بعض الملامح، انا كنت اتكلمت مع السادة المشاهدين بس برضو نسمع من حضرتك رؤية الحكومة فيما يتعلق بما يجب ان يفعل لتطوير هذا القطاع الرئيسي. هي الاستراتيجية فندم، الاجتماع اليوم كان بيتابع الاستراتيجية اللي بيعمل على وضعها معالي السيد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. الاستراتيجية هي استراتيجية عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وإن شاء الله بنأمل إنها تمثل نهضة كبيرة وتطوير كبير لقطاع الصناعة. الاستراتيجية طبعا بتأتي في إطار توجه الدولة لدعم قطاع الصناعة باعتباره أنه أحد القطاعات الواعدة اللي ستقود الاقتصاد إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، مع قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هاي. الاستراتيجية جاري عرضها على فخامة السيد رئيس الجمهورية، لكن إجمالا طبعا نقدر نقول أنه الاستراتيجية بتعمل مبدئيا على تعزيز دور القطاع الخاص وتعميق الصناعة المحلية وتوطين أحدث التكنولوجيات. أيضا الصناعة الاستراتيجية بتعمل على تذليل كافة الإجراءات أمام المستثمرين ودعم تسهيل كافة الإجراءات للاستثمار في مجال الصناعة وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وكذلك بتعمل طبعا يعني بصورة أساسية على ترشيد الواردات وزيادة حجم الصادرات وتعزيز التنافسية المصرية. فإذا الاستراتيجية هي استراتيجية شاملة بتتعامل مع كافة الجوانب المرتبطة بالصناعة المصرية وبتحقق مستهدفات الدولة، وأهمها كما أشار من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية هي العمل على زيادة الصادرات التي توفر المزيد من السيولة الدولارية للدولة وتوفر القدرة للاقتصاد المصري على يعني استيفاء متطلباته. طيب، يعني هذه المحاور محاور شاملة زي ما حضرتك تفضل، وهي كلها تبشر بالخير، لكن يبقى النقطة الأساسية اللي أنا كنت بتكلم فيها مع السادة المشاهدين دلوقتي، وهي أهم عنصر من عناصر انطلاق الصناعة كمان هي إزالة كل العقبات والمعوقات اللي كان بيعاني منها المصنعين خلال الفترات اللي فاتت، خصوصا بعد فترة 2011 اللي أدت إلى توقف أو تعثر كثير من المصانع اللي لسه مغلقة حتى الآن. دي لو حصلت هي تدي الدفعة الكبيرة جدا جدا المستهدفة لملف الصناعة. بالتأكيد يعني إن شاء الله يعني سيكون طبعا جزء أساسي من عملية النهوض بقطاع الصناعة هو العمل على حل مشاكل المستثمرين طبعا. وعلى سبيل المثال ممكن يعني نشير الأبرز مثال في هذا الصدد، أنه خلال يوم السبت الماضي خلال زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء وبصحبة السيد الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للمنطقة الصناعية في الإسكندرية، بالفعل يعني كان غرض الزيارات الميدانية هو التعرف على الأوضاع المستثمرين والعمل على اتخاذ أي قرارات لأي مشاكل بتواجههم. وبالفعل خلال الزيارة ظهرت بعض الطلبات لدى السادة المستثمرين، وبناء عليه تقرر أنه الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع سيعقد من أجل حل مشاكلهم مع كافة الجهات المعنية. فأنا بطمن حضرتك أنه مشاكل المستثمرين والعمل على حلها هو جزء أساسي من النهوض بالقطاع. ممتاز، ويا ده طبعا له علاقة بمستثمري المنطقة الصناعية في اسكندرية وكل محافظات مصر طبعا، مش حكر على اسكندرية. بالتأكيد يا فندم. طبعا. بالتأكيد يا فندم. طبعا. طيب، عايز انتقل للملف الثاني النهاردة اللي ناقشه دولة رئيس مجلس الوزراء المتعلق بالضوابط فيما يتعلق باستيراد سيارات ذوي الهمم أو أصحاب القدرات، واللي كان فيها بعض التحايلات وبعض الاختراقات القانونية اللي بتحصل من بعض التجار خلال الشهور الماضية واللي الحكومة انتبهت ليها. ايه القصة دلوقتي؟ هتتقفل ازاي فكرة التلاعب دون ان نمس حقوق اصحاب الهمم في الحصول على سياراتهم؟
بصفة عامة طبعا كما أشار السيد رئيس مجلس الوزراء من قبل خلال أحد المؤتمرات الصحفية الأخيرة أنه يعني لوحظ بأنه في ظاهرة لتحول أو عملية تحويل سيارات المواطنين من ذوي الهمم لاستخدامها من قبل مواطنين عاديين. طبعا الاجتماع اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء أكد على أنه ذوي الهمم لهم الحق الكامل في الاستفادة بالمميزات والإعفاءات التي يتمتعون بها من يعني القانون، خلال من الحصول القانون. من خلال القانون والحصول على السيارات بكافة الإعفاءات الجمركية والرسوم وخلافه. تمام. لكن طبعا عملية الضوابط هي بتعتمد يعني عملية الضوابط جاري وضعها، لكن جزء من أساسي من عملية الضوابط هي التأكد من أنه السيارات التي تم الإفراج عنها بالإعفاء من الجمارك خلال الفترة الماضية تم الإفراج عنها وما زالت تستخدم من قبل ذوي الهمم. في حالة يعني هي يا فندم انا مش عايز افشي سر يعني، مع ان هم هيزعلوا مني بس يزعلوا، لان اي تحايل على القانون لازم كلنا نقف ضده. هي القصه مش بس ان العربيات بتيجي يا فندم وبيتم تحويلها للاستخدام الطبيعي، لا ده كمان بعض التجار بيشتروا بطاقات من بعض الساده اصحاب الهمم ويجيبوا يستوردوا عربيات بيها، فدي اللي كان عامله تحايلات كبيره اثرت على اولا انضباط القانوني، ثانيا على السوق. بالتأكيد يعني ده جزء طبعا من الضوابط الجاري اللي عمل على وضعها، وكافة الظواهر اللي حضرتك بتشير ليها الظاهرة مرصودة بالفعل من قبل الجهات المعنية. طبعا الغرض هو انه مبدئيا بجانب وضع الضوابط انه نتأكد كما ذكرت انه ما زالت السيارة في حوزة المواطنين من ذوي الهمم، تمام. وبالتالي تم توجيه اليوم بتشكيل لجنة على مستوى كل محافظة. اللجنة ستضم الجهات المعنية، مصلحة الجمارك والداخلية والتضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية للعمل على التأكد أن السيارة ما زالت بحوزة المواطن من ذوي الهمم. في حالة اكتشاف أنه الأمر غير كذلك وأنه تم بيع السيارة أو استخدامها من قبل مواطن عادي، فبالتالي الدولة في هذه الحالة من حقها أنها تقوم بتحصيل الرسوم والضرائب والجمارك التي تم الإعفاء طبعا طبعا. لا، مع وضع كمان غرامات وجزاءات للتحايل. بالضبط طبعا. لكن ما فيش شك انه خلال الفترة المقبلة ان شاء الله سيتم وضع كافة الضوابط كما اعلن السيد رئيس مجلس الوزراء من اجل يعني الحفاظ على المزايا الممنوحة طيب للمواطنين من ذوي الهمم، ولكن في نفس الوقت يعني منع التحايل في هذا الامر. طيب ده شيء مبشر ورائع، وكلنا مع القانون وانضباط القانون والمصلحة اللي تعم على الجميع، لكن في نقطة سلبية حصلت، ان من ساعة ما الحكومة استشعرت هذا التحايل وبعض الملاعبات اللي بتحصل في سوق السيارات خصوصا فيما يتعلق بسيارات السادة اصحاب الهمم او ذوي الهمم، اتقفل الاستيراد الشخصي بشكل تقريبا شبه كامل، وده زي ما اكيد حضرتك شايف الحكومة رصدة خلال الفترة اللي فاتت عمل زيادة تانية في اسعار السيارات، وكتير من السيارات بقى رجع عليها ظاهرة الاوفر برايس، بالاضافة كمان ان حتى من خلال الاسبوعين اللي فاتوا الدولار ارتفع شويه كده ارتفاعات بسبب الحكايه دي، فمش عايزين قلقنا من هذه النقطه يأثر سلبا على سوق كامل او حتى على سوق الصرف الاجنبي. لا أنا بؤكد لحضرتك إنه مفيش تأثير، يعني عملية الإفراج عن السيارات هي ما زالت بتتم وفقا للضوابط أو الحصص المقررة للشركات، فبالتالي يعني هناك عملية حوكمة ولكن لا يوجد منع كامل للإفراج عن السيارات، ما زال يتم الإفراج عن السيارات، ولكن السيارات ذوي الهمم تحديدا ربما تم خلال المرحلة الحالية وقفها لحين وضع الضوابط كما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء. لكن إجمالي السوق غير متأثر لأنه بيتم الإفراج عن السيارات العادية وفقا للضوابط المعمول بها في ايوه، هو الإجمالي. الإفراج بيتم يا محمد بيه، بس هل في سماح دلوقتي بأذون استيراد جديدة؟ بالتأكيد يا فندم، يعني حسب المعلومات المتوفرة لدي انه يعني في بالفعل بعض الناس قالوا ان خلال الفترة اللي فاتت لما راحوا عشان يعملوا اللي اسمها الاي سي اي دي، اللي هي اذن التسجيل المسبق من اجل الاستيراد، كان بيتقال لهم او يعني بيتقال لهم لا دلوقتي مقفولة، السيستم واقع، فكان دي فترة عملت شوية قلق يعني. لا يمكن اعتقد انه الامر ممكن يكون غير دقيق، لكن لانه على حسب المعلومة اللي انا بؤكدها لحضرتك
بالفعل بيتم الإفراج عن السيارات وفقا تمام. للضوابط المعمول بها، وبالذات خاصة يعني أصحاب التوكيلات بيفرجوا عن السيارات بالفعل. فبالتالي تمام، يعني الاكيد دلوقتي اللي ناخده من حضرتك خبر انه كل اللي هيتم الوقوف له بالمرصاد هو التحايل فيما يتعلق بسيارات اصحاب الهمم، ونتاكد انها هتروح لمستحقيها فقط. بالضبط يا فندم، لكن أؤكد لحضرتك انه لا يوجد تأثير سلبي على السوق. السوق ما زال بيتم الإفراج عن السيارات وفقا للضوابط المعمول بها في إطار منظومة الاي سي اي، تمام، وان مفيش لكن قرارات حكومية بوقف الاستيراد او منع التراخيص بالاستيراد. ما فيش اي قرارات حكومية في تمام. هذا الصدد. كل ما هنالك انه بيتم وضع ضوابط لسيارات ذوي الهمم. لا، ومفيش مشكلة، كلنا مع الضوابط ومع التنظيم. بشكرك شكرا جزيلا المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، وكان مهم جدا هذا الحوار علشان حضراتكم تسمعوا من مصدر الموثوق منه الكلام المحدد، عشان ما يبقاش فيه كلام يمين وشمال ولا نروح لمصادر مروجة للأقاويل على السوشيال ميديا يمكن تعمل بلبلة في السوق.